كنا بنقول انه السؤال ال yes no question بيبتدي ب did وبعدين ال subject وبعدين ال infinitive. قول يا إيثار. اوكي، did وال subject وال infinitive. كنا بنكتب السؤال بتاع did you study English yesterday وطبعا هنا الإجابة بتبقى يا إما yes I did أو no I didn't. وده كده السؤال ال yes no question. نيجي بقى للسؤال اللي بأداة استفهام. السؤال اللي بأداة استفهام ابتدي بال question word اللي هي أداة الاستفهام، وبعدين did، وبعدين ال subject الفاعل، وبعدين ال infinitive بتاع ال verb اللي هو المصدر. السؤال ممكن يكون على الجملة اللي احنا كتبناها What did you study yesterday؟ What did you study yesterday؟ نخلي بالنا بقى ان انا لما اجاوب السؤال ده، السؤال ده already في did. لما اجي احط الاجابة بشيل what و did، وطالما did اتشالت فال دي ترجع للverb. تمام، ركزوا في الحتة دي، فتبقى I ترجع بقى الجملة اللي احنا already كنا كاتبينها في الاول، تبقى I studied English yesterday. تمام؟ مثال كمان عشان تأكدوا على الجزء ده. Where did you go last week? Where did you go last week? لما اجي اجاوب السؤال بشيل where و did، بالتالي go تتصرف في الباست، ف I went. I went to the park. اوكي تمام. هل حد عنده سؤال في الباست سيمبل؟ لا يا مس. كل حاجة واضحة؟ ايوه يا مس. طيب نحل بقى. يلا. مثل الكتاب الصغير ولا الكبير؟ صغير يعني.
24 ايه؟ تاني 24 عشان تجيب الكتاب مش تعملها مش واحدة. اوكي 24 اوكي. صفحة كم يا مس؟ 24 ايه يا مس؟ 24 24 خليني يا مس 24 خلينا سريكة السلام نتلوى. عليكم. عليكم عليكم السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام احنا عليكم. خلينا احنا خلينا لغاية جيد اند كومبليت. احنا واحنا خلينا خلينا نشوف لغاية ما لنا عيد وغير تخر واحد. واحنا حلينا الصبح من بعضها. ليش احنا اخر حاجة بس الكتاب حلو حلو مشكلة. ماما كانت صفحة 66 لسه مكملها. الجزء بتاع الجرامر 26، جبتها الجزء اللي مكتوب جنبيه جرامر لقيت مش غير اللي عند حضرتك عايز كاتب اول واحدة تعمل كود تقيل. يا مس. اخر حاجة خدناها صفحة 24 يا مس، اللي هي 24 عند الليسن. يا مس عند 24 يا مس في الليسن انا مش عارفه انتوا، ده اخر حاجة. انا مش عارفه انتوا بتتكلموا ليه اساسا. انا ما طلبتش من حد يقول احنا واقفين فين. انا عايزه page 26 الجزء بتاع الجرامر، واضح؟ حاضر. تايم بتقول ايه؟ معلش. نحل يا ميس. اوكي أنا تمام. برضو تقريبا. أول واحدة تاني اوكي واحدة. الناس اللي معاها البوك اللي مش نعم حالة للجزء نعم ده قبل كده بس يرفع ايده، مش عايزة كلام. اللي مش حالي دي يا مش يرفع ايده. اللي مش حالل الجزء ده. حد غير ايثار؟ لا ايثار يا ناس وآسر يا مش بيقول له اللي هو مش حالي. اوكي. مازن طبعا انت سوري مالك، انت طبعا مش معاك البوك ده صح؟ يا مس بس هجاوب من على ال هجاوب من على الكتاب. ماشي، بس انا عايزك تحل في الكتاب اللي معاك وتبعت لي. حاضر يا مس. وانا تقدم حل لحاجة زي كده نشوف. تمام يلا يا ايثار نمبر 1. حاضر يا مس. مين زرار عين Running shoes. running shoes هتكون شي. لا 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 هيري. تمام. They are hers. بس هو الشرح بتاع الأسئلة ده كان فين كان؟ 3 يا حبيبي، احنا في 3. اقفل المايك يا محمد سمير.
آسر، هو أنت قاعد بدالي حبيبي؟ يا مس انا مش سامع يا مس. أنا ما قلتش حاجة عشان تسمع، وبعدين ما أنا سامعة الدوشة، أكيد هقول له يقفل أو أنا هقفل له المايك. يلا يا مالك نمبر 2. حاضر يا مس. It's Faris and Mustafa neighborhood. It's There's برافو. تايم نمبر 3. حاضر يا مس. It's your bike. It's yours. تمام. It's your bike. Answer number 4. حاضر يا مس. Is that your dad's car? Yes, it's his. تمام. it's his. محمد سمير نمبر 5. مس اوكي it is مس لقيت صفحة تبع ديت والباست والحاجات دي يا مس اللي احنا خدناها دلوقتي. تمام. ها محمد. It's a community, it's mine. It is it is many هو already في الآخر كاتب mine، oh okay awesome يبقى أكيد مش هنحطها مرتين. it is mine It's my community. It's mine. إثار نمبر 6. مس يا حضرتك الحاجات اللي انا مس بقولها عن حضرتك دي يا مس انا كنت حللها ومتصحح عادي. اه تمام، مفيش مشكلة خلاص. ماشي. لو عايزين مس شفت حضرتك ابعتها صح. عليها عادي. لا خلاص، طالما متصححة خلاص. ماشي يا مس. زي ار ادم زي نيبر زي ار His تمام. they are his. يلا يا مالك نمبر 7. مالك. حضرتك كنت مين اللي يجاوب؟ اه مالك، مالك المايك مقفول يا مالك. حاضر يا مس. That's your bike, it's yours. It's yours. تمام. يلا يا تايم. ايت. حاضر يا مس. Crimes were very important people in ancient Egypt. Where يا مس where? تمام. where. آثر نمبر 9. Where do you oh where do you go yesterday? خدت بالك من yesterday ولا ما لفتتش نظرك؟ Where يعني عشان احنا متسرعين. did محمد سمير نمبر 10.
people to live near the Nile about 9,000 years ago. start Started علشان عندنا ago ايوه هتبقى started. يلا إيثار 11. حبيبي يعني نقط هتكون انهيرتلي Ancient Egyptians A in hieroglyphs بيروت wrote شاطرة دي irregular و write الماضي بتاعها wrote برافو يلا يا مالك 12 حاضر يا مس. I نقط English yesterday. I studied. studied تمام excellent تيم 13 تيم نعم يا مس. يلا حبيبي 13 حاضر يا مس. It's my house, it's mine. تمام it's mine آثر 14 14 تبقى it very hot yesterday. It was. it was علشان yesterday يا موسي اسمع حصة خالص. هناخد الجزء بتاع الـ reorder homework الترتيب homework و page 24 اللي ما كانش حالل الجزء بتاع الفوكابلري اللي هو سوري 25 اللي ما كانش حالل التشوز بتاعة الفوكابلري هنحلها برضو homework 25 تمام بكرة هنحل على ال past simple هيبقى في كويز على ال past simple اللي احنا شرحناه النهاردة تمام اوكي goodbye see you next time اوكي 1 minute the stars حاضر السلام عليكم. الموبايل هيفصل شح. التاني اسر انا بعد يا كده مس لو عملت لك ميوت وانت فتحت الميوت انا هشيل لك الستار من عندك عشان انا بجد زهقت يا مس والله ما انا اللي فتحته تاني. انا عملت لك ميوت حالا واتفتح انا ما بهزرش عشان انا بجد يعني الموضوع مش لازم التسجيل يطلع وانت مش فيه ماشي في عمال تتكلم يعني مس والله العظيم ما انا اللي فتحته. آسر you get a star تيم you get a star إيثار you get a star مس انا عملت الهوم ورك كمان. مالك you get a star ما كانش فيه homework أساسا homework إيه اللي أنت عملته؟ مش اللي هو حفظ يا مس. Yes يا إيثار وبكرة هيكون في كويز ولا ريسيشن؟ لا
كويز، احنا الديكتيشن عملناها اول مره خلاص، واحنا لما اخذنا الكلمات. بكره يبقى في كويز على الباست سمبل اللي احنا شرحناه النهارده، تمام؟ اوكي، جود باي، سي يو نيكست تايم، باي. باي.